أيها والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى محمد بن عبد الله على آله الطاهرين وعلى أصحابه وعلى المؤمنين به إلى يوم الدين وبعد. إخوة الإيمان والعقيدة، الفلاح في الدنيا في شيئين، في العلم والعمل، ولا خير في العلم والعمل إلا إذا شبكه الإيمان ورافقه الإيمان وختمه الإيمان. العلم أن تعلم، أن تعلم الحقيقة، أن تعلم الحق، وأن تعلم ما يقوله الله وما يقوله الرسول. والعمل أن تقوم بما تعلمت وبما علمت، ألا يكون مجرد العلم تعمل به وتطبقه. لكن إذا لم يكن لله، إذا كان هذا العلم لم يكن لله، لم يكن للأصول على رضوانه ولا حبه ولا رضاه، فهذا العلم لا خير فيه. حتى إذا كان مع هذا العلم العمل. فالإيمان أساس العلم، والعلم أساس العمل. إذا استقر الإيمان في قلب المؤمن، رجل المؤمن استقر الإيمان في قلبه، إن ذلك يبحث عن ما يؤمن به وهو الله، يبحث عن الله، يبحث عن معارفه وعن حلال، يبحث عما قاله، يبحث عن دينه، يبحث عما يرضى ويقبل ويريد من العباد. فإيمانك هو حصله، هو أصل إرثك على العلم. ما كان أحدا ليخرج طالبا للعلم إلا إذا كان هناك أمر في قلبه فرض طلب هذا العلم عليه. فهذا الأمر إذا كان إيمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان إيمانا بالله فهذا العلم كان في مكانه وفي موضعه، ستكون فيه بركة من الله. ثم البركة التي ستكون في العلم أن يسهل الله للعالم العمل بمعالمه، أن تعمل بما تعلم، فهذه البركة الكبرى إذا وفقك الله إلى العمل بالعلم، بركة من الله. فألا ذلك يقول الله عز وجل: والعصر الإنسان لفي خسر، لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله عز وجل أن يزهل لنا العلم وأن يجعل في قلبنا نور الإيمان، نور الإيمان، وأن يسهل لنا العمل بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث في الخطبة الثانية ستتركز على فلسطين. هذه القضية المرتبطة بثلاثة أمور هي قضية إيمانية
قضية العقيدة، قضية الدين. فهذا حول الشيء جهل القضية الفلسطينية أهم القضايا على وجه الأرض اليوم، إنها قضية الدين، لأنها مرتبطة بالعقيدة الإسلامية. والعقيدة هذه هي في قوله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، إلى المسجد الأقصى. فلسطين هي الأرض التي منها أسرى الله عبده محمد إليه. فلسطين هي أرض الإسراء والمعراج، أرض صلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليها الصلوات والنوافل، أرض الجهاد والرباط، أرض العلماء والدعاة، أرض المجاهدين والشهداء. فلسطين مهمة جدا، لأنها قضية دينية، هي قضية العقيدة الإسلامية. ثانيا هي قضية الإنسانية، humanity. لماذا؟ لأنها قضية مرتبطة بأهل الأرض الذين احتل العدو الصهيوني أرضهم. وما من أحد إذا كانت عنده الإنسانية إلى أن ينظر المظلوم الكنعانيون العرب هم أهل الأرض. فلسطين أرض يملكها الكنعانيون العرب. ذهبت إسرائيل إلى هذه الأرض لإتلالها، وكل الأراض الفلسطينية المحتلة الباكية والمغصوبة التي تم احتلالها أو كاد احتلالها كلها أرض فلسطينية، وليس لليهود حق على هذه الأراض. أتى على بقعة من أرض فلسطين، وكالإنسان الذي كان عقله صحيحا وسليما نجد أن الكنعانيين هم أهل الأرض، وأن الإسرائيليين هم المحتلون لأرض فلسطين. وهي قضية التاريخ، إذا ما نتحدث عن التاريخ فالتاريخ سيثبت لنا ما نقول. التاريخ الفلسطيني لصالح المسلمين، لصالح الكنعانيين، جميعهم تحولوا للمسلمين، والله الحمد على ذلك. فالقضية الفلسطينية يا الإخوة هي قضية مهمة نهتم بها، لأنها مرتبطة بعقيدتنا، ولأنها قضية إنسانية، ولأنها قضية التاريخ التي لا يجوز أن يضيعها أو أن نضيعها. التاريخ الفلسطيني مهم جدا في حياة البشرية، ومهم جدا في تاريخ المسلمين، في تاريخ الدولة الإسلامية. سيكون هناك نقصان مبين وواضح إذا لم يلحق تاريخ الفلسطيني بالتاريخ الإسلامي القديم. اليوم إسرائيل تقتل وتدمر البيوت وتكسر
فلسطين. إسرائيل تحاول أن تعتل غزة وأن تخرج من غزة أهالي غزة. استطاعت إسرائيل أن تقتل بين الفلسطينيين أكثر من 30,000 من الأبرياء، معظمهم من الأطفال ومن النساء ومن الشيوخ ومن الصحفيين ومن الممرضين. فإسرائيل تفسد في الأرض فسادا كبيرا وواضعا. ما من أحد يستطيع أن يقرأ أو أن يتابع الأخبار التي تجري في فلسطين إلا ويثبت إرهابية إرهابية الدولة الصهيونية التي تسمى باسم إسرائيل. عيالية العيسى، المسلمون لا يتركون فلسطين ولا يتركون غزة وسهنها. نحن إن شاء الله لن نترك غزة، سنقف بجانب غزة وبجانب الفلسطينيين إلى يوم القيامة. حتى لو متنا فالأجيال والقادمين، الجيل المسلم القادم، أبناؤنا وأبناه أبنائنا، سيتمسكون بنهجنا، وهو النهج الوقوف بجانب المقاومة ومطالبة إسرائيل بالخروج من الأراضي المحتلة، لأن هذه الأراضي يجب أن تعود إلى أهاليها الحقيقيين. حي الإخوة الأعزاء، إسرائيل تفسد في الحرب، وسيمن الله على المستضعفين فينزلهم ويؤتيهم القوة لإنقاذ أنفسهم ولتحرير أراضهم. ونحن ماذا سيكون موقفنا؟ الموقف الذي اتخذناه، فرض علينا هذا الموقف في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الصحيحة، وفرضت علينا الأحداث الواقعية التي تحدث اليوم أن نقف بجانب المظلومين والذين طلوا أهرادهم. هيا الإخوة الأعزاء، إسرائيل دمرت مئات من المساجد الجميلة والكبيرة. إسرائيل دمرت الجامعات في غزة. إسرائيل اعتقلت الأبرياء آلاف منهم إلى هذه الأرض الجارية. إسرائيل دمرت المياه، قطع المياه والكهرباء عن غزة. إسرائيل رفضت أن يهول السلام. فهذه دولة المارقة الصفاها القاتلة الإرهابية، لا يجوز لأي أحد، لا يجوز لأي سعيد أن يقف بجانبها، لأنها دولة ظالمة كافرة مدمرة مخربة، يجب أن نقاومها. وكيف سنقاوم؟ أولا لابد أن نقاوم إسرائيل بدعائنا، ثانيا لابد أن نقاطع إسرائيل بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية. المنتجات الإسرائيلية مثل كوكاكولا، بيبسي، سيفنو، فانتا، هذه الإنتاجات تأخذ إسرائيل منها الأموال الطاهرة لصراح الرصاصات والأسلحة المتنوعة لقتل الفلسطينيين. فأنت إنما تدفع لشراي كوك مثلا، فأنت تدفع لشراي رصاصة لقتل أحد من الفلسطينيين المسلمين الذين كانوا إخوانا لك. المقاطعة، أولا الدعاء، ثانيا مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ثالثا إذا كانت لنا فرصة لجمع المال
وإرسال هذا المال إلى فلسطين فهذا أفضل، ولكن هناك شيء أفضل من الثلاثة، هذا شيء أفضل من الدهاء. نعم أدهاه فرض، لكن هذا شيء أكبر من الدهاء وأكبر من مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية ومنتجات الدول المتعالفة مع إسرائيل. وما ذلك الشيء الذي هو أفضل؟ أن نجهز جيوشنا، أن نستعد، أن نضرب الجيوش، ثم نقوم برسالهم إلى فلسطين لتعريف فلسطين كما فعل السلف الصالح. لكن تأكد على العدو وعلم أن الأمة الإسلامية لم نترك غزة، فذلك نجحت القوة العظمى بالتعاون مع إسرائيل في القضاء على النظام الإسلامي أو الأنظمة الإسلامية الحقيقية في الدول المجاورة مع فلسطين وفي الدول العربية جميعا، ثم في الدول الإسلامية جمعاء. العدو ينظر إلى المستقبل ويعمل له من الآن وقبل الآن، فذلك نجح العدو في منع أي أحد من دعم المقاومة في فلسطين، ونجح العدو في محاصرة فلسطين حصارا مميتا. أيها الإخوة الأعزاء، لكن مهما فعل العدو ومهما ارتكبت إسرائيل من الجرائم، فنهاية إسرائيل أمر من أوامر الله. أولا يقول تعالى: إنا من المجرمين مرتكبون، ثم يقول في سورة الإسراء: وإذا جاء أهل الآخرة، الوعد الأخير هو الذي يجري الآن. بعثنا عليكم عبادا لنا، سيبعث الله عبادا له. قول بحث سليم وجاسوا فجاسوا إلى الديار. هؤلاء سيبعثهم الله ليدخلوا المسجد كما دعوا أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، أو ليس يدمرون المباني والصور والجدار الأمني، بل نتي إسرائيل مية نفسها. فهلوا سيقومون بالقضاء، ونحن دائما نقول: اللهم اجعلنا من أولاه، لأن هذا العمل عمل جليل يحبه الله عز وجل. ولا بد للعبد المسلم المخلص الفقير أن يعرس على مثل هذا العمل، عمل تحرير فلسطين وتحرير المسجد الأقصى المبارك ومقاتلة اليهود المحتلين الذين يقاتلون الأبرياء، الذين يقتلون الأبرياء. هؤلاء يجب أن نقاومهم. اليوم نحن نجمع إخواننا في مقرنا بدار الهجرة لمهرجان التضامن مع الشعب الفلسطيني. نتمنى من الجميع أن يحضروا. نحن ما زلنا نجمع الأموال، ولو أن ظروفنا صعب جدا، ولكننا نريد أن نطبق قوله تعالى: الذين ينفقون في سراء ودراء ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نريد أن نطبق الآيتين
فذلك يجب أن نجمع أموالنا لمساعدة الفلسطينيين، وخاصة أن نساعد غزة. المقاومة في غزة بحاجة إلى دعمكم، والشعب والمسلم في غزة وفي كل فلسطين بحاجة إلى وقوفكم بجانبهم بأموالكم وبأنفسكم وبدعائكم وبكل ما يحتاج إليه الشعب الفلسطيني لتحرير أرضهم ولتحرير أسراهم من سجون إسرائيل. أخيرا أيها الإخوة الأعزاء، مهما طال عمد الفساد فقدر الفساد أن ينتهي، والمفسدون أن ينعزل، والأقوياء الذين وراء الفساد أن يسقطوا. هم الذين ينتصرون للإصلاح، يعملون للإصلاح، الذين يقاومون الفساد قدرهم أن ينصرهم الله لو صبروا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع والبيع والصلوات، ومساجد يذكر اسم الله فيها كثيرة، ولينصرن الله ما ينصره، إن الله لقوي عزيز. هي والإيمان والعقيدة يجب أن نكون في الصف المقاومين بدعائنا باهتمامنا وبأموالنا وبأنفسنا. نسأل الله عز وجل أن ينصر الفلسطينيين، أن ينصر غزة، أن ينصر المقاومة في غزة، أن ينصر الناس في فلسطين والجهاد وجميع الفصائل الفلسطينية المسلمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا يا ربي، شكرا هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا.